الأعوام حتى لو كانت 27 سنة عليها أن تبقى حية ورطبة، ذكرى عليها أن تبقى لتذكر الجميع أن الحق لا يضيع، وأن الاحتلال مهما دام فما بيخلقش وضع على الأرض ممكن أن يستمر إلى الأبد. ابقوها حية ورطبة في ذاكرتكم وذكروا أبنائكم بها. لهذا السبب نتوقف عند هذه الذكرى، نذكر أنفسنا ونذكر مشاهدينا ونذكر أولادنا أن انتفاضة كبيرة أرقت مضجع إسرائيل لا تزال قابلة للتجدد دوما طول ما في ظلم وطول ما بقي الاحتلال على أرض سليبة. 27 عاما من الانتفاضة نحتفي بذكرها في هذا المساء. نشاهد. انتفاضة الحجارة مصطلح خالد في ذاكرة الفلسطينيين بل والعالم أجمع، ثورة اندلعت من استخدام الحجارة في التعبير عن رفض المحتل، ومن هنا جاءت التسمية للانتفاضة التي انطلقت في 8 من ديسمبر عام 1987، وسرعان ما تطورت إلى السلاح الأبيض، ومن ثم العمل العسكري الذي لا يتعدى إطلاق النار من عدة بنادق كانت بحوزة عدد من التنظيمات الفلسطينية. الشرارة انطلقت من مخيم جبلية بقطاع غزة، ثم انطلقت من كل مدن وقرى ومخيمات فلسطين، وذلك لقيام سائق شاحنة صهيونية بدهس مجموعة من العمال الفلسطينيين على حاجز إيرز الذي يفصل قطاع غزة عن بقية أراضي فلسطين. الحجارة والعالم الفلسطيني والأطفال هم عنوان ملاحقة لقوات الاحتلال، رصدتها عدسات الكاميرات ونقلتها إلى العالم أجمع، ومع ذلك كان الاحتلال يرد على هذه الحجارة بالرصاص، حيث بلغ عدد الشهداء في هذه الانتفاضة نحو 1162 شهيدا، بينهم 141 طفلا ونحو 90,000 جريح ومصاب، بينهم 10,000 معتقل، فضلا عن تدمير ونسف 1221 منزلا واقتلاع 140,000 شجرة من الحقول والمزارع الفلسطينية. بعد 7 سنوات تغيرت أشياء كثيرة في قطاع غزة، وذهل خلالها العالم بمقاومة الشعب الفلسطيني. هدأت الانتفاضة في العام 1991 وتوقفت نهائيا مع توقيع اتفاقية أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوني عام 1993.